أسعد الله مساءكم مشاهدينا إلى النشرة المحلية من قناة الأجواء. بداية، عرف حي سندراك ببلدية البسباس بولاية الطارف تجمعا شعبيا نشطه مترشحون عن قائمة حزب العدالة والتنمية للمجالس المنتخبة البلدية والولائية. هذا التجمع يدخل في إطار الحملة الانتخابية للاستحقاقات 27 نوفمبر، والذي من خلاله شرح البرنامج الاقتصادي والتنموي بصفة عامة للحزب. المزيد في مراسلة محمد الرشيد قوبع، نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم قائمة حزب العدالة والتنمية التي رمزها 021 في بداية الأسبوع الثاني من الحملة الانتخابية لمحليات بلدية بسباس، خرجنا اليوم في خرجة ميدانية لحي سونطراك داغوسا، وين قمنا بتجمع جماهيري تقدر نقول حاشد اليوم، وين شرحنا البرنامج نتاعنا وتلقينا كثير من الانشغالات على المواطنين اللي رانا ان شاء الله لما نكونوا في البلديه راح نسويوا هذه الانشغالات وراح نقوموا بها ان شاء الله في القريب العاجل. بسم الله الرحمن الرحيم. نرحبوا بقائمه الاجواء ونرحبوا بقائمه جبهه العداله والتنميه اللي حلت علينا اليوم في حي سونطراك داغوسا، حيث شرحنا البرنامج وتلقينا الانشغالات تاع سكان الحي، وان شاء الله احنا وعدناهم بنحققوا المطالب هذه تاع سكان الحي هذا، وان شاء الله نقولوا الناس حي سونطراك هذا يقدموا لصناديق الاقتراع يوم 27 نوفمبر بقوه، وينتخبوا قائمه 021 عن جبهه العداله والتنميه للمجلس الشعبي البلدي وكذلك المجلس الشعبي الميداني. وشكرا. مرشحة شابة أطالب بالتغيير، وأنصح جميع الشباب أنهم يروحوا يقدموا مراكز الانتخاب وما يقطعوش الانتخاب، ننصحهم أنهم الكل يروحوا يمدوا صوتهم ويعاونوا القائمة اللي يشوفوها تستاهل، يحطوا الشخص المناسب في المكان المناسب. بسم الله الرحمن الرحيم. قائمة جبهة العدالة والتنمية تضم العديد من الإطارات الشابة في العديد من الميادين والمجالات، بين أساتذة، بين إطارات في مجال الصحة، في مجال الفلاحة. أيضا هذه القائمة تجمع بين خبرة في التسيير، باعتبار أن هذه القائمة ضمت يعني مسؤولين مسيرين سابقين في ميدان أيضا تسيير المياه، كما استفدت ذكر الصحة والفلاحة، ولهذا يعني نطلب من جميع مواطني بلدية بسباس التوجه بقوة يوم 27 نوفمبر للتصويت على هذه القائمة الطموحة. نظمت أول أمس الجمعة الولاية للأمن والوقاية عبر الطرق بالمسيلة حملة تحسيسية لفائدة تلاميذ ابتدائية محمد خرشي، والتي تمحورت حول مخاطر الطرقات وتسربات الغاز، مع توزيع مطويات لفائدة التلاميذ. وجاءت الحملة بمشاركة مصالح صون الغاز وكذا ممثل عن الدرك الوطني. المزيد في مراسلة سعد العجال. أنا اسمي عاف، أدرس السنة الخامسة ابتدائي. أنا فخورة جدا بهذا اليوم ويوم مدرستي وعمال صنع الغاز. اليوم تعرفنا شيئا، هما غاز أكسجين وغاز أحادي أكسيد الكربون. غاز أحادي أكسيد الكربون هو غاز سام يؤدي لاختناق الموت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا اسمي خرجي شيماء. تعرفت اليوم عن شيء هو مخاطر الطرقات، وأنا أحذر أوليائي عن مخاطر الطريق، عن مخاطر الاتصال على الرقم 1055. بسم الله الرحمن الرحيم. كما هو مستطر من طرف الجمعية الوطنية للأمن والوقاية عبر الطرق ضمن برنامجها السنوي، وفي إطار القافلة الولائية التحسيسية طفل اليوم رجل الغد، نحن اليوم نحط الرحال بمدرسة المجاهد خرشي محمد بمشتت نوارة بلدية المطارفة بصدد إجراء حملة تحسيسية متعددة الجوانب تتناول سبل الوقاية من مخاطر الطرق والوقاية منها، كذلك حضور مميز لامتياز شركة سونا الغاز بالمسيلة لتقديم بعض الشروحات، لا سيما ونحن في فصل على ابواب فصل الشتاء، حول تسربات الغاز والاختناقات، وتقديم بعض النصائح والشروحات التي من شأنها
إفادة أبنائنا خاصة في هذا الفصل. كذلك يحضر معنا اليوم حضور مميز سيد المندوب الولائي للأمن عبر الطرق بالمسيلة، الذي بالمناسبة نقدم له الشكر والتحية المجهود المبذول في هذا الإطار والدعم الذي يقدمه لكافة الجمعيات في هذا المجال، خاصة الجمعية الوطنية للأمن والوقاية عبر الطرق. قام مجموعة من فلاحي ولاية قلمة وأربع ولايات أخرى الترويج لمنتوج أحد الممولين الخواص خلال اللقاء الجهوي بغرفة الفلاحة لولاية قلمة برعاية الشوكة الخاصة بدعم من مهندسين فلاحيين تونسيين أشرفوا على تنشيط اللقاء. وضم اللقاء خمس ولايات شرقية تضم كل من قلمة، الطرف، عنابة، سوق هراس وسكيكدا حول تطوير زراعة النبات الزيتي. المراسلة لمحمد رشيد قوبع. فيما يخص لي بارتنير الاخرين اللي ماهمش حاضرين، كنا نحضروا لي بارتنير الكل، وهذا السؤال اللي تطرح للغرفة للمنظمين لا انا جاي مواتي مسيو طاقت كريمه والله مانيش فاهم. علاش انا 200000 بار هكتار بالنسبه لتاعك ناقصه؟ الله يبارك. معليش انا اللي حبيت نحكي لك لا جوني تاعنا هذه، يعني كنا في الاجتماع هذا ولا كنا مجهدين تجاه دي بارتنير اللي ماهمش حاضرين. الاخوان التوانسه احنا تمنينا لو كنا يعني بازي سور ان اتيدرار تكنيك بريسي نستفادوا من خبرتهم، مش يعني اخواننا التوانسه يجيو يدعموا ان بارتنير على بارتنير، باسكو احنا مجمع تفدين المنتجات الفلاحيه تاعنا هذا درنا دي كونفونسيون اوني بارتي مع ان امبورتاتور اخر غير هاد اللي راكم انتوما تروجوا لنا للباخ تاعو. الانسان اللي رحنا معاه جاب لنا لا سومونس كيما قال الاخ منين، بصح لو برودوي سي با فري، لو برودوي لو ديزيربون راهو كيما كنت تقول راهو في البوم، يعني الباك كامل عنده لي زيربيسيد لي فونجيسيد اديكوا اي تو لي زانترون لي لازم لهاد لا كولتور دي كولتراج. يعني حبيت نبه باللي يا دي بارتنير وحنا هاد السيد رانا اونجاجي معاه وديجا لا سيمونس رانا هزينا 1000 بور 1000 هكتار ما شاء الله 1000 هكتار. يطالب سكان القاطن بحي فرحات عباس الكائن ببلدية حاسي مفسوخ دائرة تجديل بوهران السلطات المحلية من أجل التدخل للقيام بالأشغال اللازمة لتوفير الإنارة وتعبيد الطريق المؤدي للمسجد، خاصة وأن الحي يقع بجانب الطريق السريع الرابط بين ولاية مستغانم ووهران. كما رفع السكان العديد من الانشغالات التي تصب فئة التنمية ومنها توفير مساحة لعب للأطفال. التغطية لشرقي يوسف نتابع. أخي احنا راه عندنا بروبليم تاع إنارة ماهيش تشعل، راهي ملقت القط راك فاهم، هذه راه في شادي جرى أونبان، ما هذا الميلي هنايا ما خدم لنا، اللي قبل ما خدم لنا، الله يجعل هذا الميلي راه جاي يخدم لنا. هذا مكان احنا نبغي حاجة تاع قهوة، خاصنا فاني جاردة هنا للدراري مينيموم هنايا، ديروا لنا جاردة شباب هنايا فهمني، الدراري هما يسيبوا هنا يلعبوا، خاصنا طريق، خاصنا فني لي بوطويته هما يديروا لنا شويه ضو هنايا راك فاهمني، زعما الحي راهي تسقم هنا راهي تتنقى وكاع، شوف لما زعما انفستينا حنايا وصرفنا ودرنا وخدمنا، زعما زعما باقي شويه يعاونونا وصاي هذا مكان اللي نحوس. وزيد حاجه اللي فني تاع النيطواج، النيطواج فني لي بوبير رانا ندوموندو حنا، تا وصلنا قال لك شرو بدراهمكم، فهمني؟ بزاف الاخر كاين على بالك سيدو معنا هنا في لوطور، كاين اللي يجي هكا باساجي يقيس فني يقيس في الطريق، كاين اللي يوصلوا وحدين ولا يقيسوا ما بين الحيط والحيط. ناس هكا ولي نشوفوهم يقيسوا بين الحيط والحيط، ما يحسبش من بعد. ان شاء الله اليوم رانا في بلديه حاسي مفسوخ دائره تقدير ولايه وهران. هذه الولايه العطيه، هذه الولايه المباركه الباهيه وهران كيف لا، وهي بمعنى تملك عباره عن مسارح وتاريخيه وتراثيه، وهذه الولايه عميقه. احنا هنا في حاسي مفسوخ الحمد لله عندنا بمعنى هذا الشريان الحي
الشريان النابض اللي يجمع بين ولايه مسغانم وولايه وهران. وحنا ماذا بينا ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى المسائل تاعنا يعبدوا لنا الطريق، خاصه عندنا الاناره شويه ناقصه، عندنا كذلك الطريق ما كايناش. حنا ماذا بينا ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى يهيئوها على الاقل المصلين، مع يجوا المصلين ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى يصلوا في المسجد يلقاو الحي مهيئه ومرحبا بهم، وان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى تحيي الجزائر. احنا الحمد لله الجزائر الجديده نتاعنا راه تبشر بالخير، بمعنى المجالات راها ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى كما وعدنا رئيسنا المحترم سعد المجيد تبون بانها ستكون تجديد ويكون ان شاء الله طاقات للشباب، تكون ان شاء الله كل المجالات ان شاء الله متاحه للجميع. احنا بهذا نتمنى ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى ان تكون عندنا هنايا هذه الواجهه، خاصه المسجد نتاعنا تكون عندنا واجهه مليحه للرواد نتاع الصلاه، تكون عندنا كذلك ان شاء الله بمعنى احنا حي فرحه عباس، احنا السكان تاعها ورخصنا الطريق، شغل كاين طريق هنا ماهوش خادمينها بزاف، كاين شحال من بلاصه ماهوش خادمينها في حاسم مفسوح، وخاصنا الاناره تاع الطريق. وجهت أربع عائلات نداء عاجل للوالي والسلطات المحلية التي تقيم على مستوى 670 مسكن بحي الياسمين بوهران، تقول بأنها ضاحية خطأ إداري صدر في حقها بإخلاء السكنات من أجل إعادة النظر في قرار طردها من هذه السكنات وإيجاد بديل لها لإنقاذها الشارع، حيث صرحت هذه العائلات لقناة الأجواء بأن نفسيتهم محبطة للغاية وأبناءهم عرضة للتشتت والضياع، وأملهم كبير في السلطات للنظر في حالهم بعين الرحمة. التغطية لشرق يوسف والهواري. أول حاجة نبدأ إن شاء الله نبدأ كيسرنا المشكل خطر الأولى كاع كي بدينا، إحنا عائلات مكوبة وكنا الحديجة هذا جري أول مرة تجرجرنا في 2014، ورانا من ديك الضربة على أساس بلي كي جينا هنا كنا فرحانين بلي رانا مسفادين ورانا ساكنين. احنا في 2017 خاوتين تفاجئوا باللي راه عندنا مشكل الشرع غيابيا بالطرد واخلاء المكان مده 15 يوم، كنا واستفدنا من 2014 كنا ساكنين الحمد لله. من المراجعة هذا المشكل قال لك اودي الشرع هادو يخلوا المكان، وكيروح حنا قعدنا نتبعوا في الوثائق تاعنا، وحنا كاع كي كنا مام كي كنا نهار الاول حنا كنا خاوتي كنا سكان كراين كارين شهريا، والناس اللي يقول لك باللي كارين ما عندهم ني عقد ني والو، حنا كنا كارين في حوايج، وكي جينا هنا ثاني كيف ولينا ما عطاونا سند قانوني يحمينا كي سكننا الخضره الاولى. يا رانا نوجهوا نداء برك، النداء تاعنا الحمل الوالدة بين وجوه للمسؤولين، يا الباب اللي رانا تطبوا فيه راه مبلع علينا، الباب اللي رانا تطبوا فيه باش يسمعونا ما كاش اللي راه يسمعنا، يا اخي برحمة الوالدة أي مسؤول أي عند أي واحد عنده حاجة كيما يقول لك يشوفونا يعني بطلع حنا وين غادي نتوجهوا، ما عندناش وين نتوجهوا، عندنا سيد الوالي والحمد لله سمعنا له إنسان خدام الله يبارك، حنا ما عندناش عندنا سيد الوالي باش يشوفوا هذه القضية تاعنا غير يشوفوها ورا، شوفوا غير الحل تاعنا كي راه، إلا كان إنسان جزيري راه يوصل هذا الموضوع لا يوصل ما عندهاش اللي يسمع له وين غادي يروح. هذه اللي رانا نتكم احنا رانا ربع عائلات رانا كيتم بسنين ساكنين هنايا، وهذا خطره صرا لنا مشكل، وكي رحنا نشكو عند الديوان الترقية والتسيير العقاري اش قالوا لنا انتم طحتوا في خطا اداري، دروك كاين خطا اداري، انا ساكن 8 سنين بعد نتحملها هنايا، ديك حاجه واحده اخرى. ولا كان عندي حق كما قال لك حق دستوري اي مواطن يقول لك باللي اي مواطن عنده حق في السكن، صح دبروا علينا حل وما تخلوناش وليداتنا برا والشتاء والبرد والنو وحالتنا حاله، وحنا نطلبوا من السيد الوالي ولات وهران يشوف لنا حل في هذه القضيه تاعنا وبارك الله. احنا ماذا بينا نوجهوا الرساله لرئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه هو اللي يشوف لنا حل، واللي عند الوالي هنا تاع وهران سيدي سي سعيود انسان خدام وانسان يستقبل الناس. احنا راه عندنا وضع حرج بزاف، نداء عاجل انساني، هذا رانا عائلات رانا برا، ماذا بينا سيد الوالي يشوف لنا الحل في اقرب الاجال، خاطر النور راهي وراه عندنا مرضى كورونا، عندنا مرضى في العائله، كل واحد راه عنده مريض، راه عنده خمسه صغار ربعه صغار يقروا، راه مشكل كبير بزاف، في وجه الله شوفوا لنا حل في اقرب الاجال. حاسين برا مساكين، الفراش ما كاش، ولادهم مقيوسين، كل واحد وين راه مرامي فراشه. انا ديجا عندي جار كاع نصهم جابوا فراشهم عندنا، كل واحد راه داي فراشه، وهذا واحد مرتاد داها لدارهم، كي هذه المعيشه كي داير وين يروحوا. ناشد قاطين قرية سمير ببلدية الرشايقة بولاية تيارت بضرورة تدخل السلطات الولائية وعلى رأسهم والي الولاية من أجل بعث مشروع لتقوية التيار الكهربائي، كونهم يستغلونها بالعمل الفلاحي، مناشدين أيضا بتوفير المياه الشرب والنقل المدرسي. المراسلة للوز محمد أمين.
يعاني سكان المنطقة الريفية والمعروفة محليا بسمير الكائنة ببلدية الشيقة بولاية تيارت من ضعف لخيوط التيار الكهربائي ما دفع بهم إلى الاستنجاد بالمولدات التقليدية، حتى غياب النقل المدرسي زاد من معاناتهم ومعاناة أطفالهم. أذراني تقريبا نجيبهم دون حاسيف دون منه، راني نجيبهم واحد 4 كيلو كل يوم نديهم ونجيبهم يوميا، وراه كاين اللي راه مازال ما جاوش داهم ولادهم بوياتهم، بوياتهم كاين مازال ما جداهمش، وعندنا حنا ثاني اللي كل هي راه خالي وداري ما فيه لا مدير من السنة أولى الخامسة داير لهم واحد داير لهم تاع المستخلفين هذا ما كانش كاع. حنا كما قلنا لك حنا منطقة فلاحية والناس كاع فلاحة هذو كاع كاع والأرض كاينة، وعندنا كاين اللي عندهم حسيان ماشي كاع عندهم، كاين اللي عندهم حسيان وراه مغطين على جال تريستي ما كانش، وراه عندنا خادمين رانا دايرين البصل دايرين البطاطا دايرين بصح ما صبناش به نخدموا التريسيتي ما كانش. وكاين جماعه هنا راهم استفادوا من 4 من الناس في بوست واحد بدلوا لهم بوست، وحنا رانا 60 دار في بوست ما بدلوناش ما جاوناش اصلا كاع ما شافوش فينا وما جاوناش كاع. الدراري عندنا يقراو بالتليفون يقراو بالضوء تاع التليفون، كاين اللي يقراو بالشمعه، كاين اللي يعني التريسيتي ضعيفه فوق القانون. حنا راه عندنا بوست يمشي تقريبا نقول 60 دار، وحنا رانا 30 دار هذه المنطقه اللي رانا هذه الجهه 30 دار تمشي بفاز واحده ماشي بوست واحد بفاز واحده. حنا رانا نطالبوا السلطات ورسلنا السلطات، رسلنا سيد الوالي، رسلنا مدير الطاقه والمناجم، رسلنا رئيس الدائره تاعنا تاع حماديه ما ردوا لنا حتى، راه عندنا الوثائق هنايا بعثنا رسائل احنا والمجموعه كاع هذه رسلناهم ما ردوا لنا حتى خبر ما ردوا لنا حتى حاجه. ما كانش واحد من هذا الشبيبه باغي يخدموا تشغيل الشباب ما كانش. الذراري يقعد بالك 17 ولا 18 راه يقعد باطل، والسكنات ثاني الذر ما عطاولهاش، كاين اللي عطاولو مني كان ساعد الله يرحمه ساعد هو اللي عطالهم الله يرحمه نعاونه بالرحمه، والبلديات الاخرين ما كانش منها اللي نقولوا له قلنا في قروضكم اللي نقولوا له قلنا في قروضكم. وبالرغم من طابعها الفلاحي إلى أن الفلاحون بمنطقة سمير يلجأون للمولدات التي تعمل بمادة المازوت ما ساهم في ارتفاع الأسعار الخضار والفواكه في الوقت الذي تكبد فيه معظمهم خسائر بالمنتوج الفلاحي. كاين هذه منطقة لازيرف، هذه منطقة فلاحية فيها 27,000 هكتار، المنطقة هذه ولاد سمير هذو ما كانش اللي خرج فيهم ولا واحد خرج، خرجوا جماعة هذو في قرابة كاينين 6 من الناس خرجوهم في 2014 خرجوهم في 2014 قال لهم راكم باللي دايين الأرض بصح ما عطاولهمش، ما كانش الدليل باللي عندهم الأرض، التنفيذ ما كانش، جاو كاع قاشي وقت آخر يداوه. يا خويا أنا راه عندي البطونات 400 متر وعندي الفراش وعندي 15 متر، وشوفوا راني نجي في الزيت والله قمر لافاش الموتور ياخذ الزيت، وطالب السلطه يودي يديروا لي غير بطوله ماني طالب حتى حيه. لتبقى مطالبهم الرئيسيه هو تقويه التيار الكهربائي بالمنطقه وحل مشكل تنقل التلاميذ فضلا عن انعدام المياه الشروب. تعيش عائلة السيد سهلة علي بحي الفلوجة ببلدية غريس بولاية معسكر ظروفا قاسية وكارثية رفقة طفلها الرضيع، حيث تفتقد لأدنى شروط الحياة. رب الأسرة يناشد والي الولاية لمساعدتهم. التغطية لفضيل مرزا. السلام عليكم، أنا سهلة علي من دائرة غريس ولاية معسكر، أنا مغبونين وأنا في هذه الحالة، أنا كنت خدام لاباس بيا ما كان خاصني والو، الله غالب المرض جابها عندي، درت اوبيراسيون ما كان خاصني والو، درت اوبيراسيون مرضت، الله غالب الخدمه ما لقيتش لا حتى حاجه ما لقيتهاش، عيت ماشكي السلطات، عيت ماشكي شاف دار، عيت ماشكي المير، عيت ماشكي الوالي سيد الرئيس، رسلتك 77,000 مره وما جاوبتنيش وما رديتش عليا، ما عرفتش داو المشكل، انا ما عرفتش، وراكتني البرد، الناموس، الغريه راه مريض، المراه راهي مريضه، حالتي لا حالك، ها هو المنظر تاعي، شوفوا المنظر تاعي كي راه داير. اخويا الا كنتم تبغوا ولادكم يرقدوا في ذا البرد، ما حنا ما نتمنوا حتى الواحد بصحه، الله غالب، هذا هو اللي كتبها. انني نشوف في هذا التاوي ملي مسكين استب يتوه وحده، راه يسكن هنا تحت الباطيمات وحده، عاد لي زدت كالي حاجه
والله له مغبون وحنا نشوف فيه والله له مغبون من اللي استبيت مسكين وهو وحده وغير هو ولاده والباب عليهم والباب يبات محلول تاع الباب تاع العمارة ما صاب لي مسكين قاعد يشوف فيه ولا يوقف قدامه ولا يجي يشوف بعينه ولا حاجة والله لا نشوف فيه حنا مغبنا في دوته بسببه هو باسكو يرسل وحده ما صاب حتى إنسان اللي دافع عليه ولا يهضر عليه ولا باسكو ينا أوكين سونس. ناشد سكان قرية الغضضبة ببني درقن بولاية غليزان السلطات المعنية بضرورة تهيئة الوادي المحادي للمدرسة الابتدائية وتوسعة مساره بعد أن غمرت الفيضانات أقسام المدرسة الابتدائية والسكنات الوظيفية وأصبح يشكل خطرا على التلاميذ المتمدرسين وسكان المنطقة على حد سواء. التغطية لمساوي عبد القادر. الواد هذا كان بكري واد وكان يفوت غاية ولكن هذه الخطرة تعمر وتعمر رملة إنه تيفية شوية ودهمنا في المدرسة. هذه المدرسة إنها تحطمت راهي دروق مليون مليون راهي زيرو هذه المدرسة. لكن الإنسان هذه ثلاث أيام ما قراوش الصغار علاه ما قراوش أروحوا طلوا في ليكول باش يخدموه هنا الفوق خدموه لتحت خدموا لتحت باش اللي يكون باش الحمله تدهم اللي يكون باش يخدموا لهنا ويدي فيه على اللي يكون لا هما خدموه لتحت باش يدي فيه اللي يكون وهذه هي ونطلبوا كل المسؤولين يشوفونا بعين الاحتبار. هذه غير يومين تعنو طاحت في الكوارث راهي عندنا اللي يكون احنا ولادنا ما نجم نبعثهم يقراو خافوا من الامطار هذه راهي كارثه صارت عندنا وممكن حتى مسؤول الدخل ولا جاء عندنا وشاف انا اللي مصباح انا قال على بنتي باش تخرج هي باش نقطعها على الحملة هذه اللي صرات وما تدخل داخل فين يكون كوارث السكاني داخل كوارث لا شو خمسة كان اللي قروا دخلت عليهم الحملة والله راهم في ثلاث أيام ما قراوش راهي كارثة هنا وصاي كارثة شنو نقولوا احنا نطلبوا من رئيس الجمهورية يدخل في أقرب الأجل ما كاش كاع اللي يسمع بينا لو البارحين شوف هنا شوف جا الواد من الهلاك ينسف علينا سيف أقسم بالله لا الناس كاع هاربة فاض علينا كاع كومبلي منا جاب كل شيء جاب كل شيء ما خلى كليراج هنا كليراج هنا راه في يومين ولا ثلاث ايام مقطوع ما كانش اللي على باله بينا عينا كيما نهضروا معاهم ما كانش اللي يسمع بينا خويا رانا مسيين والله العظيم لا رانا مسيين هضرنا معاهم كل يوم ويقول لك اودي غدوه نجي غدوه نجي ما كانش جات الحمايه المدنيه هنايا ما كانش اللي يسمع بينا كاع داروا بيبيات اخويا توهم وقدموا طريق راحوا قدموا طريق راحوا وقال لك اخويا احنا ما ناش البلديه بنعطيكم سكاني ولا والو. الى هنا نصل الى ختام نشرتنا المحليه نشكركم على طيب الاصغاء والمتابعه في امان الله.